الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، الحضور الكرام، حضور هذه الدورة العلمية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم اختيار هذا الكتاب من ضمن مؤلفات الإمام المجدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو كتاب 6 مواضع من السيرة، أي من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واخترنا هذا الكتاب في هذه الأيام بالذات للتنبيه على مسائل مهمة جدا، خاصة فيما يتعلق بفهم حقيقة دين الأنبياء وفهم ما يجب على الداعية الذي يدعو إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحوج الناس هذه الأيام إلى دراسة مثل هذه الكتب. وأنا أقول أولا، أوصي نفسي وجميع الإخوة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بالعكوف على كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب بالحفظ والدراسة المتأنية المتعمقة، لا سيما في هذه الأيام التي التبس فيها الحق بالباطل عند كثير ممن ينتسبون إلى السنة، والتبس عليهم أمر الدعوة في أخص خصوصيات دعوة الإسلام، أعني فيما يخص الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وما يجب على الناس اعتقاده والدعوة إليه. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب 6 مواضع من السيرة، هو عبارة عن مختارات، مواقف مختارة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المواضع اختيرت ليفهم القارئ والدارس، يفهم حقيقة دين الأنبياء، حقيقة دين الأنبياء، ويفهم حقيقة عقيدة المشركين. هذا الغرض من الكتاب. اختار المؤلف رحمه الله تعالى 6 مواضع من السيرة، والسيرة يا أخواننا تقرأ لأغراض، يعني الإنسان لا يقرأ السيرة لمجرد التسلية. في ناس عندهم قراءة السيرة تسلية، شوف الحصل شنو، ويقول لك يا أخي والله إذا الناس عجيبين وسووا، شوف الصحابة عملوا، دار يتسلى فقط. السيرة يا أخوانا لها أغراض عميقة، لذلك قال تبارك وتعالى:
في الأخيرة من سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، إلى آخر الآية. قال تعالى في أواخر سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. سبحان الله، أحيانا أنت لما تمر بك أيام عصيبة في الدعوة أو حتى في الدنيا في حياتك اليومية، تحتاج إلى قراءة وتأمل بعض المواقف من السيرة تثبت القلوب، تثبت قلبك، كويس؟ مثل أن تقرأ أثر النضر ابن الحارث لما كان داء والد أنس ابن النضر، لما كان يوم أحد وأشيع الخبر قالوا قتل محمد، ترى الكفار قالوا قتل محمد، فجاء الخبر إليه وهو مليء بالجراح، جسمه كله مجرح، فبعض الناس لما سمع الخبر قتل محمد من المشركين ألقى السلاح، خط سيفه، وقف القتال. فالصحابي هو أنس بن النضر، عم أنس بن مالك، مش والده، هو ده عمه أنس بن النضر، كويس؟ قال لهم: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم: ما تقفوا يا ناس، النبي مش مات، قولوا مات. قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا اخواننا مثل هذه المواقف يحتاج الإنسان تثبته وتقويه. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى يقول: الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعفى عنه: تأمل رحمك الله 6 مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. لاحظ كلمة المؤلف، يقول لك تأمل، مش تقرأ ساي وانت جاري، تأمل، أقيف مع الكلام. قال تأمل، بعدين قال وافهمها فهما حسنا. طيب، قال لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه، ودين المشركين لتتركه. لاحظ، العلم يا أخوانا يقتضي أمرين: تعرف الحق لماذا؟ عشان تعمل به. وتعرف الباطل لماذا؟ عشان تتركه. لذلك قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. بس حذيفة رضي الله عنه ما بيسأل إلا من الشر. ليه؟ يعني بريد الشر؟ لا، قال مخافة أن يدركني، أي أعرف الشر عشان ما أقع فيه وأعمل حسابي. طيب، شوف المؤلف يقول شنو. قال: فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي. سبحان الله، بيتكلم عن منو؟ من يدعي الدين ومن يدعي التوحيد. المؤلف ما يتكلم عن أصحاب الشرك وعباد القبور والأضرحة، لا، هنا بيتكلم عن من يدعي العلم ويدعي أنه من الموحدين، قال ما يفهم السيرة. سبحان الله،
انت لما تمر على المواضع الستة دي يتأكد لك انه في كثير من ذوي العمائم، زول لابس عمامة طويلة، ومن ذوي اللحى، وممن يتكلمون بلسان الدعوة لا يفهمون حقيقة الدعوة. والكلام ده لما يقولوا بعض أخواننا في الحلقات الناس بيعتبروا أن هذا من فقه هؤلاء الشباب، يقول لك يا أخي ما كلام الشباب ديل يا أخي، أصل اللي جابوا لهم دعوة براهم كده كلام الشباب ديل خليهم، نحن نجي نشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول المؤلف الموضع الأول: قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله تعالى ولربك فاصبر. طيب يا أخواننا، ما هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ لاحظ المؤلف بعبر عبارات دقيقة عشان ما يتلخبط عليك. أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، صحيح؟ اقرأ، لكن المؤلف قال شنو؟ قال وفيها أن أول آية أرسله الله بها، عشان كده تسمى هذه آية الرسالة. ربنا أرسلوا بها يعني أرسلوا إلى قومه، قم فأنذر، ادعو، كلم، قم فأنذر. لكن تختلف من آية اقرأ، ديك أول ما نزل عليه، لما نزل عليه الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قبل ما يأتيه الوحي والرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على دين المشركين، بالمناسبة ما كان على دين المشركين، كان يتعبد الله سبحانه على ما تبقى من دين إبراهيم، وكان يتعبد على الحنيفية، ما كان مشرك حتى قبل الرسالة، يعني ما كان على عوائد قومه وعلى دينهم، لا، كان يذهب إلى غار حراء كما قالت عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء فيتحنث. التحنث شنو؟ يتحنث، يتعبد. قالت كان يتحنث الليالي ذوات العدد، أيام يتعبد في غار حراء على الحنيفية، فجاء إليه الملك فغطه غطة ثم أرسله قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني شو يا أخوان؟ ما أنا بقارئ يعني ما بقرأ، ولا أنا ما بعرف أقرأ؟ مش رفض له يعني، ما أنا بقارئ مش زي ما أقول لك أقرأ، أقول لك ما بقرأ يا أخي، نظام رفض، لا ما رفض، ما أنا بقارئ معناها أنا لا أعرف القراءة. قال أنا ما أنا بقارئ. طيب يا أخوانا، هل هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم أمي، هذا الطعن فيه؟ العلماء قالوا العكس، قالوا لو أنت زعمت إنه النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف يقرأ ويكتب هذا هو الطعن. ليه؟ ليه يا اخوان؟ لأنه من كمال المعجزة ومن تمام المعجزة إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة ويأتي بالقرآن ويعجز العرب اللي بيكتبوا بجروزاته، لأنه لو كان بيكتب وبيقرأ أكان يقولوا ما أصله هو صدر الكتاب، يقول لك ما غريب. عشان كده ربنا قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن يعني لو كان كده إذن لارتاب المبطلون، كان بيشكوا، لكن ما داموا ما بيعرف يقرأ وما بيعرف يكتب تحيرتهم ذاته، وهذه هي المعجزة يا إخواننا.
طيب فنبئ بإقرأ، هذه النبوة، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر يا أيها المدثر. طيب مدثر يعني شنو؟ ها؟ متغطي يعني، هو تغطى بتين لما جعله الوحي وقرأ عليه الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجه خديجة رضي الله عنها الكبرى أم المؤمنين، وهي العاقلة الحكيمة. أول ما رجع لها يرتعد، فقال لقد خشيت على نفسي، حكى لها القصة، جاني ملك وفعل وفعل وفعل، قال لقد خشيت على نفسي. سبحان الله، خديجة رضي الله عنها قالت كلمات، هذه الكلمات تدل على عقلها وتدل على فهمها العالي، وهذه الكلمات ما أحوجنا إليها. للكلمات ذاتها كخلق من الأخلاق يا أخوان، كخلق أنت محتاج إلى ذاتها، وأنت محتاج تتعلم كيف تتعامل مع مثل هذه المواقف. كويس؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا. شوف في وقت يحتاج فيه لشنو يا أخوانه؟ يحتاج إلى من يثبته ويقف معاه ويقوي قلبه. كويس؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا. الله ما يخزيك، ليه؟ قالت إنك لتصل الرحم. أها، دي واحدة، تصل الرحم. اثنين، قالت وتحمل الكل، يعني شنو؟ الضعيف، وتكسب المعدوم. زول ما عنده حاجة طب تديه، تكسب المعدوم وتقري الضيف. القرى يعني شو؟ الطعام، بتطعم الأضياف. وتصدق الحديث، ما بتكذب أنت. ابن حجر رحمه الله تعالى علق على هذه الصفة، قال دي مكارم الأخلاق اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، والصدق أعلاها. أصدق أنت، شوف في دينك وفي دنياك تعلم الصدق، خليك صادق. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. سبحان الله، شوف الصفات دي كيف. عشان كده العلماء قالوا الإنسان يدخر من عمله الصالح في وقت الصحة إلى وقت المرض، ويدخر من عمله الصالح في وقت الرخاء إلى وقت الشدة. تحقيق أيام صعبة، طيب أنت لك عمل تقدمه، بعدين ربنا ينغزك به. سبحان الله، لما قالت هذه الكلمات قال دثروني، تغطى، بعد ذاك نزلت عليه الآيات قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. الإنذار معناه شو يا أخوانا؟ إنذار. أها، الإنذار هو التحذير المقترن بالتخويف. يعني زول لما يقول لك الحاجة دي ما تعملها، ما تعملها، ده نهاك، ده نهي بس، اسمه نهي. لكن لما يقول لك شوف دي لو عملتها بتدخلك جهنم، ده إنذار، لأنه تحذير مع التخويف. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ من أول الكلمات في الدعوة
قم فأنذر. علينا الناس يقول لك يا مولانا نحن دارين دعوة ما بتخوفنا، تقول لك كلامكم ده بخوف النار النار النار، الشي كلامكم ده بخوف كويس. شوف من أول الآيات أنت عشان تفهم دين دين النبي صلى الله عليه وسلم، من أول ما أنزل عليه قم فأنذر يعني حذر وخوف. أها، وربك فكبر وثيابك فطهر. والرجز، الرجز هي شنو؟ الأصنام. والرجز فاهجر، وهجرها العلماء قالوا الابتعاد عنها وعن أهلها. لاحظ دي أول الرسالة. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة. يلا انتبه، المشركون كانوا عندهم أفعال كثيرة، يعني من الحرام ومن الأشياء اللي بيعتبروهم حلال. نشوف شنو قال: يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة. المشرك كان بيحج ويعتمر، طيب، والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأجلها عندهم الشرك. يعني أجل الأعمال اللي قربوا بها لله شنو؟ الشرك. قال: فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، أجل قربة. كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لاحظ، لو سألت سؤال في فهم هذه الآية، لو سألنا سؤال يا أخوانا، ليه هم بيعبدوا الآلهة بتاعتهم؟ عشان تقربهم لله. إذن عندهم الشرك نوع من أنواع القربات. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. طيب إخوانا، مسألة مهمة جدا. المشركون لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة بكلمة لا إله إلا الله، فهموا معناها، طوالي فهموا إن هذه الكلمة لها مقتضيات، بتقتضي أشياء. يعني هم بيعملوا الأشياء دي كلها، فلما جاءهم بكلمة لا إله إلا الله فهموا أن لها مقتضيات. طيب أتأمل الآية في سورة الصافات، سورة الصافات: إنهم كانوا إذا قيل لهم شنو؟ لا إله إلا الله مالهم؟ يستكبرون. شوف الآية البعدية: ويقولون، بيقولوا شنو؟ هم قالوا لهم شنو؟ لا إله إلا الله. شوف ردوا قالوا شنو؟ ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. شوف فيهم كيف ده، فهم ولا ما فهم؟ يعني هم قالوا لهم شنو؟ لا إله إلا الله،
هم فيهم شنو؟ أئنا لتاركو آلهتنا. أسا جماعتك بيفهموا ده؟ جماعتك الليلة دي بيفهموا ده؟ ما بيفهموا. يعني ممكن تقف في المسجد وتقول لهم لا يجوز دعاء غير الله. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كويس؟ وتمرق تفوت. يقول لك شكرا يا مولانا. كب واحد قام على حيله يا الكباشي. ليه؟ ما فهم. شفته؟ لذلك يا اخواننا المشرك الاول ما قالوا لا اله الا الله بألسنتهم. ليه؟ لانهم علموا ان هذه الكلمه تستلزم اشياء. قالوا: اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ ها؟ قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. شوف فيهم ولا ما فيهم النازل؟ قالوا: أجعل الآلهة كل الكثيرة دي إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ده لما فهموه ما قالوا. أما جماعتنا الليلة ديل ما فهموه، عشان كده قالوه وشغالين في شغالتهم. يقول الواحد منهم يقول لك لا إله إلا الله، والحجاب هنا ها في يده لابس حجابه ويقوله بلسانه. عشان كذا قول اللسان ده ما بينفع. وبالتالي قال المؤلف رحمه الله: فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرها. قبال الزنا، قبال السرقة، قبال غيرها، أمر ينذر عن شنو؟ عن الشرك. قال: وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، ويقولون ما نريد منهم إلا الشفاعة. قال: ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها، فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك. سبحان الله، المؤلف عنده عبارات جميلة في التأليف. قال لك لو فهمت المسألة دي يا بشراك، أبشر بخير كثير. لما أنت كداعية تتعلم إنه أول ما ينذر عنه أول حاجة الشرك. تيجي تشوف المجتمع الليلة فيه سرقة، السرقة راكدة، شرب الخمر، أكل أموال الناس بالباطل، التبرج، الزنا، كل المنكرات دي موجودة. لكن سبحان الله الداعية الفطن يبدأ بالإنذار عن الشرك كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب. يعني شعب بني طالب، شعب بني عبد المطلب. قال: وموت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة بسنتين. لاحظ الصلاة فرضت بتين، عشر سنوات من الدعوة للتوحيد والحصار وكل اللي حصل من الشدة والتعب. الصلاة بعد عشر سنوات حتى فرضت. قال: فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة
كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. كذا يا دوب تكون فهمتها. إنه الصراع يا أخواننا والنزاع وقع وين؟ في التوحيد وفي مسألة فهم الشرك. ده الخلاف هنا قبل الصلاة المشاكل دي مدورة كويس. والنبي عليه الصلاة والسلام ما اختلف مع المشركين في قضية الصلاة، هذا ما كان الموضوع، لأنه منهم زي ما ذكر المؤلف كانوا بيصلوا صح، وإن كان صلاتهم هي غير الصلاة المشروعة المعروفة يعني، يصلوا وبحجوا بل ويكرموا الأضياف ويكرموا البيت، يتنافسوا على إكرام البيت الحرام كويس. لكن بعد ده لما جاءهم بالتوحيد وقع النزاع. هذا الموضوع الأول. قال المؤلف الموضوع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك، يعني ده في بداية الأمر لم يكرهوا ذلك، واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. انتبه كمان دي قضية ثانية. المؤلف هنا يلفت الانتباه إلى مسألة وهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آلهة المشركين. يعني في الأول لما كلمهم عن لا إله إلا الله كويس حدثوا أنفسهم بالدخول في الإسلام، لكن أول ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعيب دينهم وبالكلام في علمائهم والكلام في الآلهة بتاعتهم، لأنه في ناس الليلة بيفهموا من الدعوة فقط شرح التوحيد. يا أخواننا شرح التوحيد هذا باب من أبواب الدعوة تمام، لكن هناك باب آخر اللي هو اسمه يا أخواننا الكلام في آلهة المشركين، الكلام في طواغيتهم. ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الأخرى يعني شنو؟ المتأخرة أي الدنيئة. ده كلام في آلهتهم. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنبياء وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. هذا الذي ها ماله يذكر آلهته. راجع تفسير ابن كثير، الطبري، القرطبي، البغوي، السعدي، كل التفاسير تشير إلى أن كلمة يذكر آلهتكم معناها شنو؟ يعيب آلهتكم. إذن انتبهوا يا أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى فقط بالكلام عن الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله، إنما شرح لهم من مقتضيات هذه الكلمة. لا إله إلا الله تقتضي أن يعبد الله سبحانه وتعالى وما يعبد غيره، ومع ده أنه غيره ما يستحق العبادة. ليه؟ لأنه ناقص وضعيف ومعيب وإلى آخره. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن العجل، عجل بني إسرائيل،
قال أفلا يرون أنه لا يكلمهم. أها ده عيب ليه ولا ما عيب؟ ده عيب لأنه الإله بيكلم. أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ده عيب ولا ما عيب؟ العلماء أخذوا منا إنه ده عيب لآلهة المشركين، ومع ده فيه إثبات الكمال لله عز وجل لأنه ربنا بيكلم. ودي قالوا من أدلة العلماء على إنه شنو؟ على إنه الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لأنه لما عاب إله المشركين إنه ده ما إله، عابوا بشنو؟ إنه ما بينفع وما بيضر وما شنو؟ ما بيتكلم. ألا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، لا يرجع إليهم قولا، ما بيتكلم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. كويس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم هنا المؤلف يلفت الانتباه لنقطة، وإن هذه المسألة من مقتضيات فهم التوحيد. دي من مقتضيات الفهم، لأنه أحيانا في زول ما يفهم لك بالكلام العام، تقول لي لا إله إلا الله ولا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولا تعبد غير الله، ما يفهم لك ده، لأنه عنده الزول بتاعه الطاغوت ده عنده صفات كمال. انتبه للنقطة دي أنت، لابد تكسر لهذا الإنسان هذه الطواغيت في قلبه، لابد تبين له إنه دي ما بتنفع ولا بتضر، لابد يعرف. لو ما عرف لا تزال قناعته بهذه الآلهة قوية مهما كان، والله ما يخليها. تو تتكلم له عن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا الخلاق العليم الرزاق الكريم، تتكلم، لكن هو عنده عظمة لشيخه، إن شيخه ده بيسمع من بعيد، إن شيخه ده بجيب الرائحة وبيعلم الغيب، وإنه شيخه بيعمل وبيعمل، لابد تكسره له، توريه إنه ما عنده حاجة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. شوف الكلام ده كيف. لذلك ابن القيم قال أسلوب القرآن في دعوة التوحيد أسلوب الهدم والبناء. الهدم يعني شنو؟ كسر بطورية يعني؟ هدم، تهدم القناعات والقلوب، تهدمها ليه؟ عشان كده شوف القرآن يخاطبك كيف؟ ها؟ شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا؟ كده أروني خلقوا شنو؟ أم لهم شرك في السماوات؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. شوف الكلام ده كيف؟ يوروهم آلهتهم دي ما عندها شيء. ابن تيمية رحمه الله تعالى قال من أبلغ الآيات في هدم قناعة المشركين بالآلهة بتاعتهم الآية في سورة 7: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون. قال الآية دي نفت أربع أشياء بتعلق بها المشركين. شوف المشرك لو ما نفت له الأشياء دي من الشيخ حقه ما بخليه. اسمع كلامي ده كويس عشان ما تتخيل إنه الجزئية دي من السيرة جزئية سهلة، دي جزئية مهمة جدا. عشان الإنسان يترك الشرك لابد تهدم له هذه القناعة في الشيخ بتاعه. الآية تقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. بالله شوف الكلام ده واضح كيف. هسه واحد يجي يقول لك شيوخنا الكون كله عندهم في يدهم كده قابضين، طب الختمية يقول لك الكون ده في يدنا كده. يا ناس احمد طيب البشير يقول لهم الكون ده ملكوا له وقال 33 سنة، طب ماسكوا عنده 33 سنة. الكلام ده كيف؟ ها؟
بتاع البرهانية يقول لهم جبريلو ميكالو إسرافو هم جنودي جنودي أنا كلهم دل فيدي في التصريف هم تحت إمرتي. قال وأجود على أمي لترحم طفلها. بلا شوف الكذاب ده، أنت بتجود على أم عشان ترحم طفلها؟ قال هو رحمة من في الكون من بعد رحمتي. قال أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء. إذا الأرض حقت، إذا الأرض مدت والسماوات حقت. ها؟ وشوف ربنا في القرآن يقول لك شنو؟ قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون شنو؟ مثقال ذرة. مثقال ذرة دي شنو؟ دي النملة الصغيرونة دي. هنا بسموها شحموطة ولا بسموها شنو؟ ها؟ الصغيرة دي. الصغيرونة. الذرة. ولا بقول شنو؟ هي أصلا هي اسمها الذرة. في اللغة اسمها الذرة، هنا بسموها ضرة صح؟ ضرة ولا شنو؟ يا ناس الله قال لك ما يملكون مثقال ذرة. مثقال ذرة. ها؟ في السماوات ولا في الأرض. ده النفي الأول. النفي الثاني قال وما لهم فيهما من شرك. لأنه شوف الترتيب في الآية ترتيب بديع جدا. أعلى الدرجات شنو يا أخوانا؟ أزلكم مالك صح؟ أعلى درجة. هسا واحد يقول لك الركشة البرة دي حقت منو؟ أعلى حاجة تقول شنو؟ حقتي أنا. مالك كتب دي فوق أعلى الدرجات. أدناها شنو؟ أقل منها. تكون شريك صح؟ الثاني ربنا نفاه. قال وما لهم فيهما من شرك. ما مشاركين الله فيها. سمعت تقول لي والله يا اخي الناس دي برضه عندهم يد ما عندهم ولا حاجه. الله قال وما لهم فيهما من شرك. الدرجه الثالثه شنو؟ الزول ما شريكك. يقول لك مقرب له بيساعده كده بيساعده يعني. دي نمره ثلاثه ربنا نفاه في الايه. قال وما له اي ما لله وما له منهم من ظهير. الظهير يعني شنو؟ ظهر مساعد. وما له منهم من ظهير. اها نمرة أربعة ساي بس كده يكون عندهم مكان يشفعوا صح؟ الرابعة نفاها. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية دي خلت لهم حاجة ثانية؟ ما عندهم أي شيء. ولذلك هذا يا أخوانا المقصود، هذا المقصود من هذا الموضع من المواضع، وإن كان فيه توسع فيه أشياء كثيرة، لكن المقصود يتبين لعابد القبور إنه من يعبد لا يملك شيء ما عنده. وهذا ما يسمى عند العلماء بتسفيه آلهة المشركين. الشيخ الفوزان عنده كتاب اسمه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، كتاب مجلد لطيف سمح جدا الكتاب ده. تكلم فيه عن أساليب القرآن، جاب أساليب كثيرة جدا من أساليب القرآن في الدعوة. قال ومنها تسفيه آلهة المشركين، وجاب استدل بالآية قول إبراهيم عليه السلام قل أفتعبدون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أُفٍّ لكم. أُفٍّ لكم معناه شو؟ أي تباً لكم خسرتم. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. طيب قال المؤلف وقالوا شمروا له عن ساق العداوة. طوال المشاكل بدت وسا أنت نفس النظام ده. أنت لو جيت وقفت في الجامع وقلت للناس يا ناس التوحيد واعبدوا الله وما تدعو معه غيره، بيكونوا الجماعة والكلام ده ما رضي عنه يعني، لكن بيكون ساكتين بيعاينوا فيه. ترى براعوا لك ساي أول ما تقول لهم اللي بتنادوهم ديل ناس فلان ما بيسمعوكم، القرية بتدور شكلها بتقوم. وهذا الكلام يا هدى يعني الليلة الناس اللي بينازعونا
واصحاب اللحى واصحاب العمائم اللي بيجوا بيقولوا شغلتكم دي خلوها شغلتنا، نحن نراعي المفاسد والمصالح يا اخواننا، دي احنا بالراعيه، لكن دي الشغله هي ذاتها، بس انت عارف انه دي الشغله. بعدك انت قد تكون شنو؟ عندك امور بتراعيها، مفاسد معينه انت بتدرأها، ده كله موجود فيه. وده ما من شنو؟ ما من الرخرخه زي ما بيقولوا في الدعوه ولا كده، لا، احيانا الزول يراعي بعض المصالح والمفاسد، يراعي امور زي دي، لكن عارف انه دي الدعوه. تلف وتدور ودي الدعوه. تبين حال آلهة المشركين. وريهم ده فلان اللي بتنادوا ذاك ما بينفعك. وما تقول الكلام ده ما عنده قيمه، لا لا لا، ده مهم. يعرف انه فلان زولو. فلان زولو. ما بينفع. لأن لو جيت قلت له ولات ما بيلحقك. تلقى قاعد ولا شغال بك، اللات ما بينفعك. وما زولو ملات ما شغال بك. العزة ما بتلحقك، ما شغال بك. تقول له منات ما بتلحقك، منات دي ما عندهم عشانهم. قول له الكباشي ما بيلحقك. طوالي سيب حد دي بشيله وبقوم عليك. لأنه دم عن الموضوع بتاعه. عشان كده يا اخواننا أي نبي من الأنبياء ناقش قومه بالآلهة اللي بيعبدوها. انت ما حد يتناقشهم بآلهة ثانية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن اللات، اللات ده تقال وين؟ انت قال اللات ده في كتاب تاريخ. اللات ده صنم لقبيلة الثغيف في الطائف. ده صنم من اللي بيعبده. وده رجل صالح وصالح عادل كمان. شيخ الفوزان هنا قال ده رجل صالح كان. كان بياكلهم وكده ويسوي لهم السويق واكله سمحة جدا. حتى منقول عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما اكل منها الحجيج الا سمنه. ياكل هذا شحمه سمنه، باقي لك برضه لك فيه كلام ثاني؟ ياكلوا من يسمنوا. كويس؟ فالالهه اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم الهه تعبد. العزه، العزه دي شنو؟ ها؟ هي شجره وفيها شيطانه وده صنم لاهل مكه. ده صنم ناس مكه ذاتهم كمان اهله. كويس؟ ومنات بين مكة والمدينة دي أصنام قدام. كويس؟ في قوم إلياس عليه السلام وإن إلياس من المرسلين إذ قال لقومي ألا تتقون أتدعون بعلا. بعل ده شنو؟ أنت قال بعل ده قصة في التاريخ ولا في كتاب المطالعة؟ بعل ده الإله اللي بيعبدوهم. كويس؟ إذا قال وقالوا سفه أحلامنا، انتبه، وعاب ديننا وشتم آلهتنا. الكلام ده قالوا المشركون، سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. يلا هنا موضع مهم جدا يا أخوان. المؤلف هنا يستدرك، معروف عندكم الاستدراك يا أخوانا، لأنه في ناس من اللي جقروا كتب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعندهم لحى وعمايم ما بيفهموا، كثير منهم ما بيفهم. كويس؟ جقروا الموضع ده قالوا كأنه الموضع ده إنكار للكلام القباله. ما هو المؤلف قال شنو؟ قال إلى أن صرح بسب دينه وتجهيل علمائه. لما جه هنا قال قال ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين. في ناس فهموا أنه الكلام ده كأنه نقد للكلام الفات، نقد له. لا ما كده. ده يا أخوان اسمه استدراك. استدراك كيف يعني؟ لما أنت تيجي تقول الناس البر البيجاي ديل مهين. كويس؟ كلهم تجاني. بعد شوية تستدرك تتذكر ها انه في ثلاثة بجاي ما تجاني ختمية اي حاجة ثانية تستدرك تقول الا فلان وفلان وفلان. هذا اسمه استدراك عند العلماء عشان ما يفهم من كلامك فهم اخر. لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما هنا المؤلف لما قال لما صرح
بسب دينهم وتجهيل علمائهم. البتبادر للذين شنو يا اخوان؟ يلا البتبادر لذينك شنو؟ لانه من آلهة المشركين اللي بيعبدوها، يعني هو ما إله، هو في الحقيقة ما إله، لكن من العبدون منو؟ عبدوا الملائكة صح؟ عبدوا عيسى صح؟ وعبدوا عزير صح؟ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم سب هؤلاء؟ لا. شكد المؤلف استدرك هنا، استدرك انه النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب عيسى ولا عاب الملائكة ولا عاب الصالحين، ما عابهم كويس؟ قال ولكن لما ذكر انهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. يعني لما قال لهم عيسى ابن مريم ما يدعو وما بينفع ولا بيضر، هو ده في الحقيقه ما شتمي، ده شتمي له ما شتم ولا اساءه له في الحقيقه، ما اساءه له، لكن هم جعلوا ذلك شتما لانهم بيعتقدوا انه عيسى ابن مريم ينفع ويضر، وعيسى ابن مريم ها بيلحقهم وكده، فجعلوا ده انتقاص. هم فيهم انتقاص صحيح؟ هسه لما انا اجي اقول لك يا اخي والله شيخك ذاك، شيخك الفلاني ده ما عنده علم وزول جاهل، انت بتعتبر ده انتقاص صحيح؟ فاعتبروا ده انتقاص لعيسى وللملائكة وللصالحين، عشان كده ده اعتبروه من باب السب. اذا يا اخواننا كلام المؤلف ده هنا دارك تفهمه عشان ما تخطوا في موضع ثاني. كلام المؤلف هنا هو استدراك عشان انت تفهم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في عيسى والملائكة والصالحين ما قاله في أولئك. فهمتوا؟ فهمتوا النقطة دي؟ ما قال في عيسى عليه السلام ولا في الصالحين ولا في الملائكة ما قالوا في الآلهة الثانية. يعني مثلا إبراهيم عليه السلام قال للآلهة بتاعتهم شنو؟ أف لكم ولما تعبدون. هل دي أنت بتقولها في عيسى ابن مريم؟ تلقى ناس بيعبدوا عيسى ابن مريم تقول لهم أف لكم ولما تعبدون؟ لا، لابد تستدرك هنا. لو لقيتهم بيعبدوا في زول ثاني راضيان، زول راضيان ومادين لهم كرعي قدام كده يجي يبوسوا في قرعيه ويشربوا موية الوضوء، تقول لهم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. ها لكن ناس عبدوا لهم زول صالح، حتى تقول لهم شنو؟ أف لكم ولما تعبدون، لأن الصالح ما راضيان بعبادته. ايوه عيسى ابن مريم عليه السلام قال لهم شنو؟ انكم وما تعبدون، لاحظ انكم دار المشركين، وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يعني شنو حصب جهنم؟ حطب جهنم. اها جاء واحد من المشركين اسمه عبد الله بن الزبعري، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال عندكم آية بتقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. طيب قال وفي ناس عبدوا عيسى بن مريم، هل عيسى بن مريم حطب جهنم؟ شوف الجدل بتاع المشركين. سبحان الله، طوالي نزلت الآية بعديها طوالي في سورة المؤمنون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ما بقربوا من النار، لا يسمعون حسيسها. الحسيس ده شنو؟ ده صوت البخوش جوا ايش كده تش النار، لو زرت تش النار وتقول ايش كده الصوت ده، قال ما بيسمعوا، ده من نعيم اهل الجنه. قال لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الاكبر الى اخر الايات. تمام؟ عشان كده انت لابد تفهم انه كلام المؤلف هنا يتكلم عن جانبين. النبي صلى الله عليه وسلم سب آلهة المشركين وعاب وانتقص، لكن ما عدا احنا ما نفهم انه سب منو؟ عيسى بن مريم.
ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن قال في عيسى بن مريم شنو؟ لا ينفع ولا يضر، ها؟ وما يدعى. ده مقتضى الكلام في عيسى بن مريم وفي الملائكة وفي الصالحين، هذا مقتضى الكلام في هؤلاء الصالحين الأنبياء الملائكة، مقتضى الكلام فيهم ما بيدل على إنه شنو هذا شتم لهم ولا سب، لكن هم فيهم إنه سب باعتبار إنه شنو إنه دي ما المكان اللي هم واضعينها لعيسى بن مريم وللصالحين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض. سبحان الله، الكلام ده كلام عجيب جدا. قال: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام، يعني إسلامك ما يستقيم، ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض. سبحان الله، الكلام ده أخذ من وين المؤلف؟ ها؟ الكلام ده كلام عجيب. قال كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. يعني من كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر لا يواد من حاد الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. النتيجة شنو؟ إن يثقفوكم، لو هم يجدوا فيكم فرصة يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. سبحان الله، شوف، هم لو يجدوا فيك فرصة ودوا لو تكفر، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. ولذلك يا أخواننا، من أساسيات العقيدة من هذا الكلام نفهم منه شنو؟ من أساسيات العقيدة إظهار العداوة للمشركين. لكن الليلة بيقوا عندنا الدعاة في البلد دي، في غيره أصحاب العمايم، ها؟ الداعية لابد يكون يدعو إلى وحدة الصف، ها؟ داعية إلى وحدة الصف. وحدة الصف بين من ومن؟ بين أهل الشرك وعباد القبور وبين أهل التوحيد. يقول لك كلنا واحد، وحدة الصف، ونتحد ضد العدو الأكبر. يا رب، العدو الأكبر ده ياتوه، والعدو الأكبر ده بقول شنو؟ إذا كان أنت زورك الهنا بيقول أنا الحق في الدنيا أنا الحق في اللقاء، ده تتحد معه ضد العدو الأكبر. الأكبر بيقول شنو يا ربي؟ هو بيقول شنو أكبر من ده؟ إذا كان زولك بيقول أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب إجمالا وتفصيلا، اتحد مع ده على واحد أكبر منه، وأكبر منه بيقول شنو؟
وعقيدته شنو الأكبر من ده؟ لذلك أنا الشيء اللي بفهمه اللي بفهمه والرسالة اللي ممكن تصل لهؤلاء الناس أن يعيدوا قراءة كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب. اقروها تاني. والله إلا شغالين في الإعلام ديل. جماعة أنصار السنة مؤتمر وحدة الصف وما تعرف مؤتمرات تقام وتكريم للصوفية كلهم. قل لهم أرجعوا أقرأ كتب محمد بن الوهاب، كتب الصغيرة دي. يقيموا في الدورات العلمية، يقول لك الدورة 16 16 دورة قاعد تقروا بها شنو؟ ده ما قريتوه أصلا، ما لقاكم؟ ولا أنا بتقروا للوليدات الصغار والشيوخ الكبار شغالين بمنهج ثاني، شغالين بكتاب العدالة الاجتماعية وشغالين بكتاب مذكرات الدعوة والداعية، صح؟ ديلك شغالين بمذكرات الدعوة والداعية. والمسكينة صار السنة الصغير والجداد والولادات اللي بيستقطبون عشان يجيبوا لهم القروش من برا، الولادات الصغار اللي بيستقطبون يقرون كتب محمد الوهاب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب، وشيخك ده ما شغال بكتب محمد الوهاب، شغال بمذكرات الدعوة والداعية، ها؟ وشغال بتربيتنا الروحية، ده كتاب لسعيد حوي، تربيتنا الروحية. قال أصلا كنت داري أسميه تربيتنا الصوفية، لكن في ناس قولي سميه تربيتنا الروحية، يعني غير الاسم شوية كده. سعيد حوي زعيم من زعماء الإخوان المسلمين، أنت كلامي؟ مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا، مش أقرأ كتاب عباس السيسي؟ دي الكتب الشغالين باسة. الجلسة اللي عملوها أصلا في المؤتمر ده مع واحد من أنصار السنة محامي وواحد تاني صوفي عثمان اسمه الكباشي، ده المغرس كتب الشرك كلها، كتب الشرك سلسلة مداد المسيح المغرزة كلها، كل السلسلة دي مغرزة اسمه عثمان الكباشي، كل المغرزة عاملين بناتهم جلسة ومناقشة على الفضائية. بعد ذاك بقى بأصل للقاعدة، قال فلنعمل جميعا على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وصار رسول الله شغال يقول اي والله يا شيخ عثمان، اي يا شيخ عثمان، شيخ عثمان بتاع شنو؟ وده شيخ عثمان؟ ده شيخ؟ اتخيل معاي وصلوا لمرحلة زي دي، ها؟ ده شيخ عثمان زور المغرز كتب الشرك. والله الان انا اجيب لك الكتب المغرزة واقرا لك هنا، والله لا تتعوز بها الله وتمرق بالباب ده، فيها من اخطر الكلام، كويس؟ ده بقى عند الجماعة ده الشيخ في التلفزيون ويقول لهم نعمل جميعا فيما اتفقنا عليه، يعني انصار السنة يجي يتلموا معاهم فيما اتفقوا على شنو ذاته انا معي؟ في شنو بيناتهم هسه؟ هسه لو جينا مسكنا انصار السنة مين يدون؟ انتم متفقين مع الجماعة ده في شنو؟ لكن ترى الشغلة ماشية. فعموما ده اللي بيحتاج يرجعوا تاني يقرون كتب محمد بن عبد الوهاب. ارجع اقرا الكلام ده، خليك كلام انا. لا تقول لي لا لا الشباب مشددين، خلينا احنا بعيد، اقرا هنا. قال فاذا عرفت ان الانسان لا يستقيم له اسلام ولو وحد الله وترك الشرك الا بعداوه المشركين، مش كده بس، قال والتصريح لهم بذلك بالعداوه والبغض، هذا كلام انا. الا تقول لي والله ده الوهابيه، ابقوا بس زي الجماعه اللي يقولوا ده الوهابيه، ده كلام محمد بن الوهاب. قال فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها. ما رأيك شنو؟ كثير من الناس اللي بيدعوا الدين الليلة ما يعرفوا الكلام ده. ولسه كمان قال وإلا عليك الله بس اتأمل الكلام ده كويس. قال وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب؟ لما صرحوا بعقيدة التوحيد وصرحوا بعداوة المشركين الحصل شنو؟ عذاب. بلال يجر برمضاء مكة، ليه ما كانوا يجوا يقول لهم وحدة الصف؟ وقفوا ده كله وحدة الصف بين مشركي مكة
وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما كانوا محتاجين أو في حاجة إلى هذه الوحدة؟ ما كانوا محتاجين ليه؟ إت الليلة صار السنة جاري للوحدة ليه؟ ما هو السبب؟ في عذاب جاك؟ ما في عذاب، بس في قريشات بتنقطع، لكن عذاب جاك ما في. ما عدا شوف كلام المؤلف قيم كيف قال: وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب؟ بلال رضي الله عنه ذكر يوم من الأيام، ذكروا لعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر ما عذب به بلال، فقال له خباب: والله لقد أوقدوا النار على ظهري حتى أطفأها الودك، لحد ما طفأ الودك بتاع ظهره. اللي حملهم على الصبر ده ليش؟ شنو يعني؟ ها؟ ما كانوا يعملوا معاهم جلسة وفاق ووئام وتلاقي والحفاظ على اللحمة الوطنية والحفاظ على الوحدة، ما كانوا يعملوا معاهم زي ده؟ طيب قال: والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة. هاجروا ليه أنت قايل؟ هل هاجروا للأجواء الدافئة؟ يصيفوا في الحبشة في الأجواء الدافئة هناك؟ ها؟ هل هاجروا بحثاً عن المال؟ هاجروا نتيجة العذاب والأسر والشدة. ها؟ كانت نازلة مش سهلة. قال: مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، كان يرحمهم يا أخي، يقول لهم أشمكم أزكتوا وما بيسألوهم، لو سكتوا ما بيسألوهم، خلوهم يعيشوا في مكة بس ساكتين، كان خلوهم عايشين في مكة بس يسكتوا. ها؟ كان يقول لهم اسكتوا يا أخي، ما تقولوا لهم آلهتكم دي ما بتنفع بالضر، خلوهم يعبدوا آلهتهم وانتوا اعبدوا الله. ما كان بيسألوهم. أها، قال: لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم. قال: كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال: فإذا كانت هذه في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ أها إخواننا، الكلام ده مش محتاج صار السنة يرجع يقولوا تاني، والله يقيني يحتاج يرجع ويقول الكلام ده تاني، يعرفوا حقيقة الدعوة وحقيقة دين النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة دين المشركين، والتعامل يكون كيف. لكن للأسف اليوم يباع الدين وتباع الدعوة بأتفه الأثمان. من أجل ماذا؟ ده كله أسأل بيحصل، من أجل ماذا؟ ومن أجل كم؟ من أجل دراهم معدودة، قريشات فقط. يكون كده يا أخوان انتهى الموضع الثاني من ستة مواضع من السيرة. نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونواصل من يوم غد إن شاء الله. قبل المغرب الأخوة بيشتغلوا هنا الحلقة أظن ولا شنو؟ يشتغلوا إن شاء الله من قبل المغرب من العصر، وإن شاء الله بكرة نواصل ستة مواضع من السيرة إن شاء الله. سؤال واحد نجاوب عليه إن شاء الله. أحد الأخوة يقول، قال أحد المتصوفة: إن البدع الحسنة هي مثل الاجتهاد، فما هو الفرق بين البدع الحسنة والاجتهاد؟ الفرق يا أخواننا بين البدع الحسنة والاجتهاد، الفرق بين الليل والنهار، لأن الاجتهاد هو استنباط يستنبط من يحق له الاجتهاد من العلماء الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد، يستنبط من نصوص الكتاب والسنة ما تدل عليه من المعاني والأفهام،
هذا الاجتهاد والاستنباط، والاستنباط يكون لكبار العلماء وللأئمة المجتهدين. أما ما يسمى بالبدعة الحسنة فهذه البدعة الحسنة ليس لها أصل في الشريعة وليس لها دليل. الاجتهاد هو استنباط من الأدلة، فهمتوا؟ هو استنباط من شنو؟ من الأدلة. الأدلة موجودة، كعالم من العلماء مثلا يستنبط من قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، يجمع بين الحمل والرضاعة وبين شنو؟ وبين الرضاعة فقط، يجمع العدد الكامل يقسم عليه يطلع في النهاية الحاصلة والنتيجة شنو؟ إنه أقل فترة للحمل 6 أشهر. هذا استنباط، استنباط من العلماء، ولعل استنباط لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كويس؟ هذا استنباط. الاستنباط يكون من الأدلة، من أدلة الكتاب والسنة. أما البدعة الحسنة بتكون عندها دليل؟ هي لو عندها دليل كانت بدعة، إني ما عندها دليل، كويس؟ فبسمى بدعة حسنة وليس في الإسلام بدعة حسنة، إنما في الإسلام سنة حسنة، سنة حسنة. والسنة الحسنة والبدعة الحسنة الفرق بينهما أن السنة الحسنة لها أصل، لها دليل من الكتاب والسنة، بعد ذلك اندرست، يعني الناس تركوا العمل بها أو كذا، يجي زول يحييها تبقى سنة حسنة. يحييها يعني يحيي العمل بها مرة أخرى، كصلاة التراويح. عمر الخطاب رضي الله عنه أحيى سنة الاجتماع إليها، وبعد ذلك قال نعمة البدعة هذه، لكن هي أصلا شنو؟ أصلا مشروعة، أصلا مشروعة. ما البدعة الحسنة اللي عندهم؟ يجيب لك حاجة في الدين، ما في مولد واحتفال ما تعايف رأس السنة وأذكار مبتدعة، يقول لك لا دي تدخل في باب البدعة الحسنة. لا لا، ما بتدخل في باب البدعة الحسنة. وإلا من باب الجدل نقول لهم أنتم مش قلتوا دي بدعة حسنة؟ طيب الوهابية كيف؟ مش قلتوا التجانية بدعة حسنة؟ الوهابية كيف؟ بدعة حسنة ولا ما حسنة؟ يقول لك لا لا سيئة ودي بقت حسنة كيف؟ فمن باب الجدل أنا ممكن برضو أجيب لك ضد شغلتك أنت، تقول لي بناء القباب بدعة حسنة، أقول لك هدم القباب بدعة حسنة، تقول لي لا 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 ما بجوز، وحقك جاز كيف؟ واشتغل معك بالعكس، بس بشتغل معك بالعكس، تقول حسنة. لكن يا أخوانا في النهاية الاستحسان مرجعه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الاستحسان ذاته ما يزال بالاستحسان، إما يستحسن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون استحسانه في القرآن. وآخر ما أختم به في الجزئية دي، إنه بعض أهل العلم كما قال ابن تيمية، عشان أنت ما تتلخبط، واحد يقول لك لا لا فيما تعرف القرافي قال بدا حسنة والشافعي قال بدا حسنة، أوي انتبه، العلماء اللي تكلموا بمصطلح البدعة الحسنة هم اختلفوا مع العلماء اللي قالوا ما في بدعة حسنة، اختلفوا معهم في اللفظ فقط. ديل بيسموها بدعة حسنة وديل بيقولوا لا ما في بدعة حسنة، سنة حسنة، الاختلاف في اللفظ. أما في الحقيقة الصنفين من العلماء بيشترطوا يكون في نص من الكتاب والسنة دل عليه، الصنفين. حتى اللي قالوا بالبدعة الحسنة قالوا لابد تكون شنو؟ عندها أصل في الكتاب والسنة. عشان كده ابن تيمية في الفتاوى قال ومرجع القولين واحد، الاثنين واحد، بس اختلاف في اللفظ، ده سماه بدعة حسنة ده سماه سنة حسنة. نحن نقول لهم ما عندنا مشكلة، سمي أي حاجة بس يكون عندها دليل، تسميها بدعة حسنة تسميها سنة حسنة، عندها دليل من الكتاب والسنة. هذا هو الشرط. نكتفي يا أخواننا بهذا القدر، نلتقي إن شاء الله يوم غد، نخلي بكم إن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.